سعيد حمزه حكمنا السابق. وسعيد حمزه انت عارف انه ايه الدنيا معاه، ايه شغاله الله ينور يعني على السوشيال ميديا. كابتن سعيد مساء الخير. تحياتي ليك يا كابتن شوبير وعوضة حميدة. كانت الإعلام الرياضي كان ناقص، ناظر المدرسة ورجع ناظر المدرسة لمكانه الطبيعي. أشكرك كابتن، أهلا بحضرتك وتحياتي الكابتن توفيق السيد لحضرتك. حبيبي يا سعيد، تحياتي للكابتن توفيق السيد أحد رموز التحكيم المحترمين في مصر. دايما وأبدا أنت تشتهر بالهجوم، مش عاجبك حاجة، انتقاد طول الوقت وهجوم لازع بشكل صعب جدا. إيه هي طلباتك؟ إيه هي المشكلة؟ بص يا كابتن شوبير، يمكن بعض الناس لما يبقى في موقع المسؤولية أو ممكن يبقى موجود في موقع المسؤولية فيما بعد، طب يبقى عنده قيود في الكلام. نعم. لكن أنا ما عنديش أي طموح إن أنا أشتغل في التحكيم تاني. فبالتالي هتكلم زي ما حضرتك كده بعيد عن الإنشاء، ونتكلم على أرض الواقع يلا. عشان نحط إيدينا على المشاكل واحد اتنين عشان تصلح التحكيم المصري. 1 2 3 4 يلا. هرجع لكلمة قالها سيادة اللواء الدهشوري الحرب ربنا يديله الصحة، إن الحكام جوارح. دي كلمة حقيقية على أرض الواقع. الكابتن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح طول عمرهم في صراعات. أنا بقول لحضرتك كلام وأنا في المطبخ. تقعد مع جمال الغندور، تقعد مع عصام عبد الفتاح اللي بيتقال في السوشيال ميديا وبيتقال على الإعلام غير اللي بيتقال في الغرف المغلقة. تمام. اللي موجود دلوقتي الصراعات بين محمد فاروق وابراهيم نور الدين هو اللي بيحصل من سنين. فالحكام هم اللي اضعفوا نفسيهم. اللي يقول لك الحكام ضعفاء والانديه، لا، احنا اللي اضعفنا انفسنا بان الصراعات والكرسي، كل واحد عايز ياخد الكرسي ويبقى هو المسيطر على كل شيء. دي اول حاجه. وعمرها ما هتنتهي ولا هيتصلح حال التحكيم المصري غير لما تيجي ناس صافية النية اللي هي تشتغل مع بعض. نعم. يعني أنا لما أقول سمير عثمان وأقول توفيق السيد يشتغلوا مع بعض، في حب ما بينهم، فالناس هتشتغل بحب، كل واحد عايز التاني ينجح. ماشي. تاني شيء بلس، أنا كرئيس لجنة لما أقول أنا محمد فاروق قبل ما أسافر الإمارات إن أنا لما أرجع ليا موقف لو ما يتمش إعلان تشكيل لجنتي ويتم إعلان إن أنا رئيس لجنة على الموقع الرسمي، وأنا أتودد لرئيس الاتحاد وراح أقعد معاه مرة واثنين وثلاثة عشان يعلن اسم رئيس الاتحاد، فأنا اللي أضعفت التحكيم المصري مش الاتحاد، مش الأندية. نعم. مين اللي دخل الخبراء الأجانب اللي الناس كلها رافضة وجودها مصر؟ ما نسأل نفسينا. ليه احنا عايزين نطوارة ونضحك على الناس والاعلام؟ لا، مين اللي دخل التحكيم الاجنبي او الخبراء الاجانب؟ مش المهازل اللي حصلت في عهد عصام عبد الفتاح، ماتش الاهلي وفاركو وماتش البنك الاهلي والاهلي، وكان عصام عبد الفتاح اللي بيلف على القنوات يقول لك الخبراء الاجانب هم اللي رجعونا، لسه سامع على احد القنوات 20 سنة لورا. لا يا عصام عبد الفتاح، انت كنت احد الاسباب اللي دخلت الفرنجة مصر على ايدك انت. لو التحكيم كان ماشي بقوة وما فيش محصوبيات وما فيش وسايط وما فيش ان دوت تبع دوت، وكان في عدل في التحكيم، كان ربنا هيكرم التحكيم المصري. لكن عشان المؤامات والمحصوبيات والوسايط اللي كانت موجودة في عهدك يا عصام عبد الفتاح، وانا طبعا عشان بس يا كابتن سعيد ما تبقاش الامور شخصيه، انا بتكلم قول لي كابتن خلاص انت قلت نقطه فما نقعدش نزيد فيها بعد اذن حضرتك. انت تمام. بتتكلم انا بكتب وراك، فقول لي قول لي نقاط انت شايف الكابتن عصام فتاح هو سبب دخول الخبراء الاجانب لمصر في التحكيم، ما بعده؟ عندنا حاجه ثانيه مهمه جدا. نعم. القائمه الدوليه اللي الكابتن توفيق السيد بيتكلم عليها. نعم. انا ليه بعمل زي ما حضرتك بتقول اسكندريه فيها سيد، اتكلم بالاسماء، قوه الحاج عامل حسين، في السعيد عشان محمد فاروق لازم يبقى موجود عشان جمال علام، حمدي القاضي لازم يبقى موجود عشان محمد ابو الوفا. ده كابتن مش تحكيم، دي كده شؤون اجتماعيه، احنا كده هنمشيها ربنا يعني يرحمها امال عثمان، كده برنامج حياتي. لا ربنا يديها الصحه. نعم. ربنا يديها الصحه. نعم. التحكيم عايز ناس تشتغل. اللي قالوا جهاد جريشه امبارح
ان التحكيم يجي على المحاره، لا انا بزيد من الشعر بيت، التحكيم لازم يجي على الطوبه الحمراء، بمعنى مش اساءه، الناس دي كلها لازم تمشي، الناس اللي اشتغلت وفشلت فشل ذريع في التحكيم المصري لازم يسيبوا الناس تشتغل. سمير عثمان عنده 55 سنه، ياسر عبد الرؤوف عنده كام و50 سنه ويقول لك لسه شباب، الناس دي هتشتغل امتى في التحكيم؟ السؤال هو مفيش السؤال الاخير، هل انت راضي عن تشكيل اللجنه بوجود كابتن فاروق قائما باعمال الرئيس وكابتن ابراهيم نور الدين مديرا فنيا؟ هي فين اللجنه كابتن شوبير؟ انا اسالك سؤال، قول لي لا طبعا لا. محمد فاروق، انا بقول لحضرتك يا كابتن شوبير، انا محمد فاروق، انا هو فين محمد فاروق من امبارح؟ ابراهيم نور الدين طلع يهاجم الناس عشان بتقول رايها. ابراهيم نور الدين اصلا ايه خبراته؟ مع احترامي ليه، ايه خبراته ان هو يطلع من الملعب؟ ابراهيم نور الدين كان حكم دولي وحكم دولي كبير وحكم مباريات كبيره وحكم بطولات كبيره. لازم اتدرج، انا فاهم، لازم اتدرج، ما بقاش انا والله لو حد شاطر ما المانع، ما فيش مشكله، يعني لو حد شاطر وكفء ياخد الفرصه. طيب السؤال، هل لديك اقوال اخرى؟ عايز تقول حاجه ثانيه؟ طبعا، قول بسرعه. لازم التوقيت دوت يجي رئيس لجنه حكام اجنبي ومعاه المسؤول الفار اجنبي. شكرا جزيلا. تمام.